مشاهدينا بنرحب فيكم من جديد. رح نروح بالحديث إلى الشبكة العربية للإبداع والابتكار يلي هي منصة رائدة وواعدة تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار بالعالم العربي، كما تسعى إلى دعم المبدعين والمبتكرين وذلك من خلال توفير بيئة حاضنة بتعزز أفكارهم ومشاريعهم. طبعا في 10 أكتوبر الجاري أي بعد غد إن شاء الله سيتم الإعلان رسميا من دبي، سيتم الإعلان عن إطلاق الشبكة والتي تسعى في هدفها الأول والمعلن إلى رسم مستقبل واعد للابتكار والإبداع في العالم العربي، مع خطط لتوسيع نطاق أنشطتها وزيادة طبعا شموليتها، وذلك من خلال هذه الجهود لتقدم فرصا قيمة للأفراد والمؤسسات للمشاركة والمساهمة أيضا في تعزيز دور الابتكار في التنمية العربية. طبعا للمزيد من التوضيح حول الشبكة العربية للإبداع والابتكار بينضم لنا بالاستوديو السيد فهد فايز العملة الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار. صباح الخير. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح دبي. صباح دبي دائما وأبدا. بداية إذا بدنا نعرف أكثر ونوضح الهدف من إنشاء الشبكة العربية للإبداع والابتكار، ما هي وما الغاية من إنشائها؟ الشبكة العربية للإبداع والابتكار أولا منظمة عربية غير ربحية تهدف من خلال تأسيسها أو قرار تأسيسها اللي جاء بعد مشاورات عديدة، طبعا فكرة بدأت من صاحبها حتى نرد الحق لأصحابه. نعم. أخي الدكتور محمود عبد العال فراج صاحب الفكرة، ثم بدأنا بعقد اجتماعات متتالية على مستوى الوطن العربي للبحث عن شخصيات داعمة ومساندة لفكرة الإبداع والابتكار، وبحمد الله نحن الآن على مقربة من إطلاق الشبكة رسميا بعد يومين في دبي، لتكون هذه الشبكة حاضنة دافئة وأمينة لمبدعينا ومبتكرينا العرب من المحيط إلى الخليج، وبالتالي نقدم ما يمكن تقديمه من خلال الشبكة وأدواتها ومجالسها لدعم فكرة الإبداع وتعزيز الابتكار في الوطن العربي. يمكن من أهم الأسئلة المطروحة سيد فهد أنه كيف تدعم هذه الشبكة المبدعين العرب؟ يعني في البداية أطلقت الشبكة أو ستطلق الشبكة العربية للإبداع والابتكار خلال 48 ساعة القادمة بإذن الله. المنصة الأولى هي منصة كشاف، منصة تحاكي الجمهور العربي بكافة الشرائح لتقديم مشاريعهم الابتكارية والريادية. تنقل هذه المشاريع إلى مجالس متخصصة للبحث في طريقة وسبل دعم هذه الفكرة ودعم هذا المشروع. الشبكة فيها مجلس للاستثمار يستطيع من خلال دراسة هذه المشاريع تقديم الدعم اللازم للمشروع. طبعا أنتم بتعرف الآن القوانين الجديدة المرعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا حسب ترخيص الشبكة، يسرني أذكر القرار مجلس الوزراء رقم 36 لعام 2022 ترخيص المنصات التمويل الجماعي لإشراك المجتمع في موضوع يعني المساندة والمساعدة في دعم المشاريع الابتكارية. فالطرق المختلفة لدعم المبتكرين والمبدعين العرب تبدأ من منصة كشاف، سيتم إطلاقها في 10 أكتوبر بعد يومين. نستقبل هذه الأفكار التي يعني نرغب في تحويلها إلى منصة التمويل الجماعي، والأفكار الكبيرة اللي يعني ممكن أنه تحتاج إلى دعم تحول إلى مجلس الاستثمار الذي يتشكل من عدد من رجال الأعمال العرب المعروفين بنجاحاتهم على المستوى الشخصي وعلى مستوى أعمالهم أيضا لدعم هاي الفئة من مجتمعاتنا العربية. نعم. فكرة المنصة تحاكي إلى حد ما برنامج شارك تانك يلي عرض الموسم الأول منه على شاشة تلفزيون دبي، ويوم الخميس رح تكون أولى حلقات الموسم الثاني، وهو طبعا الهدف مشترك دعم
أصحاب الأفكار الريادية والمشاريع التجارية الصغيرة اللي بتبحث عن فرصة للتميز. ولكن بيبقى السؤال، آلية اختيار الأشخاص اللي بتقرروا تدعمون أو المشاريع يلي بتقرروا تدعمون، ما هي المعايير يلي وضعتوها؟ لأنه بالنهاية ما شاء الله الأفكار بدبي، أفكار المشاريع عديدة، ولكن يبقى عليكم اختيار المتميز حتى تقدموا له الدعم. شو معايير؟ يعني من خلال الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها وستوقعها الشبكة العربية للإبداع والابتكار مع مؤسسات أكاديمية كبيرة داخل الدولة وخارجها، الجامعات، المعاهد، الكليات. نبحث أيضا عن اختيار الأسماء المتخصصة في مجال الإبداع والابتكار، وبالتالي تشكيل لجنة البحث للسكرينينج لهذه المشاريع لجنة محترمة ومحترفة جدا، وتستطيع أن تميز بين المشروع القادم أو الذاهب إلى المستقبل بأريحية وبطموح وبتحدي، وبين المشاريع اللي ممكن أنه ما يكون في إلها جدوى على المستقبل القريب أو البعيد. أوكي. فلجنة دراسة المشاريع لجنة من الأكفاء، طبعا سيعلن خلال المؤتمر، أنا طبعاً. يعني لأنه على مقربة من المؤتمر ستعلن أسماء هاي اللجنة من يعني دكاترة بالجامعات، أصحاب شهادات عليا، متخصصين في مجال الإبداع والابتكار، وأيضا من خلال يعني هاي اللجنة ليس سرا أن نعلن عن إطلاق المجمع العربي الدولي للابتكار برئاسة المفكر العربي الدكتور طلال أبو غزالة. نعم. هذا المجمع سيمنح أيضا شهادات للمتدربين وللمدربين في موضوع الإبداع والابتكار. جميل. يعني نسأل الله أن يكون يعني الخميس القادم فيه مادة دسمة للإعلام العربي بحجم المشاريع والتي ستطلق وتتبناها الشبكة العربية للإبداع والابتكار. طبعا نتمنى ذلك. بس ليش اخترت دبي لإطلاق هذه الشبكة سيد فهد؟ لأنها دبي أخي مهران بكل بساطة، لأنه دبي المستقبل، دبي حاضنة كل المشاريع الناجحة، دبي لا مستحيل، دبي التي تواكب الحلم، دبي الذاهب للمستقبل بأفكار فريدة ونوعية، دبي التي يقودها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي حفظه الله ورعاه. يعني هذه الشخصية المتميزة والمتفردة على مستوى العالم قادرة أن تجعل دبي هي الجاذب، هي المغناطيس الحقيقي لكل المبدعين وكل المبتكرين، ولأن دبي كما أسلفت هي الحاضنة الحقيقية للإبداع والابتكار والنجاح والتميز. نعم. حضرتك ذكرت أنه رح يتم إطلاق منصة الكشاف. طبعا لا يخفى على أحد أنه الوطن العربي بكبره ووسعه في العديد من المبتكرين. طبعا منصة المقر رح يكون بدبي، ولكن ممكن يكون في شاب بالجزائر، شاب بالمغرب، شاب بلبنان مثلا، بالعراق، وحابين أنه يعرضوا أفكارهم وعندهم أفكار مؤمنين فيها لمشاريع ريادية. كيف ممكن يتواصلوا مع المنصة؟ كيف ممكن الكشاف يوصلهم؟ يعني باختصار أعود إلى عدد الشراكات الاستراتيجية التي توقعها الشبكة العربية للإبداع والابتكار مع مختلف المؤسسات والمنظمات والهيئات العربية. نعم. يوم الخميس سيكون بيننا 24 وفد عربي من منظمات متخصصة أيضا أو قريبة على موضوع الإبداع والابتكار، ومنظمات جميعها تابعة لجامعة الدول العربية. سنعمل خلال الفترة القادمة على تعميم هذه المنصة إلى دولنا العربية من خلال شركائنا الاستراتيجيين الذين تم التوقيع معهم والذين سيتم التوقيع معهم كشراكات استراتيجية ومذكرات تفاهم لإيصال هذه الرسالة. يعني الشبكة عبارة عن فكرة مثلها مثل أي مشروع ريادي، فبالتالي إحنا نحاول أن نغذي بتسليط الضوء الإعلامي مثلا للوصول إلى مجتمعاتنا العربية، نغذي بالشراكات الاستراتيجية اللي هي تعتبر من أهم ركائز نجاح الشبكة العربية للإبداع والابتكار، أيضا نغذي بوجود الأسماء صاحبة التاريخ الكبير في موضوع الإبداع والابتكار والنجاح الشخصي. يعني نعم. الأسماء التي يتم ذكرها الآن والتي هي تشكل الجسم للشبكة العربية للإبداع والابتكار، بدءا بالرئيس الأعلى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، لرئيس الكونغرس العربي العالمي للابتكار معالي الأستاذ عمر موسى الذي سيحضر هذا المساء إلى دبي بإذن الله، رئيس مجلس أمناء الشبكة الدكتور طلال أبو غزالي، رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمود فراج، كل هذه الشخصيات قادرة على صناعة الفرق وإحداث التميز للشبكة
ولمشاريعها وتحقيق رؤيتها وتجسيد أهدافها المستقبلية بإذن الله. إن شاء الله. أنا متأكد أنه سيكون هناك إبداع عربي ستتفاجئون في حضرتكم ونحن كمان، ومبدعون عرب سيأتون من كل حد من وصوب للمشاركة في هذه الشبكة. حاب أشكرك كل الشكر وكل التوفيق لكم السيد فهد فايز العملاء الأمين العام للشبكة العربية للإبداع والابتكار، شكرا جزيلا لتواجدك معنا.